سياسي من بيروت. بداية سيد رضوان، أهلا بك. ما هي التبعات السياسية التي لمستها على الصعيدين الإقليمي والدولي بعد فشل هجوم الوطي المتكرر؟ هل بدأت بوادر الفشل في رأيك تلوح في الأفق؟ تحياتي حضرتك لمشاهدين ليبيا الحدث الكرام. رغم أنني لم أسمع السؤال جيدا، أعيد لك السؤال من جديد. أستنتج ما أعيد لك السؤال من جديد سيد رضوان. نعم. تستمع إلي الآن. تبعات العملية السياسية التي لمستها على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة بعد الهجوم المتكرر والفاشل على قاعدة الوطية، برأيك هل سيلوح؟ بدأت تباشير، دعنا نقول الفشل، العدوان التركي تلوح في الأفق؟ العملية السياسية، أنت يعني حضرتك بالطبع تقصدين مبادرة القيادة أو مبادرة البرلمان أو لا أدري، لأن الصوت في غاية الضعف. العملية السياسية، المبادرة التي نادى بها السراج من أمس أول أمس، أعذريني أختي لأن الصوت ضعيف جدا حقيقة. تستمع إلي الآن سيد رضوان؟ نعم. تستمع إلي سيد رضوان؟ نعم. سؤالي واضح، هل تستمع إلي الآن؟ نعم أستمع الحلم. التبعات السياسية، سألتك عن ماذا مثلا، دعنا نقول التي لمستها على الصعيدين السياسي والإقليمي بعد الهجوم المتكرر على قاعدة الوطية. تغيرت يا أختي المعادلة بالكامل. هم كانوا يروجون لقلب الدفة تماما، المعارضين بإعلامهم كان يروج أنهم سوف يحكمون قبضتهم على الوطية، وطبعا الوطية هي غرفة العمليات الرئيسية، هي مركز ثقل الجيش الوطني الليبي في الغرب الليبي. يروجون وأعدوا لهذا الهجوم بعناية شديدة وحسابات شديدة، لكن هذه الحسابات الدقيقة باءت بالفشل، لأن حسابات الغريب تختلف تماما عن حسابات ابن البلد. حسابات ابن البلد، ابن الوطن، صاحب العقيدة في الله وفي محبة الوطن، تختلف تماما يا أختي عن المرتزق. طيب. لذلك رأينا اليوم تحركات الفرقات الفرنسية، وهذه أول التحركات. رأينا ردود فعل دولية على تغير المشهد. أستاذة، هم طبعا يعني للأسف بارعون في الإعلام. طيب سيد رضوان، هل تستمع إلي الآن؟ نعم، تفضلي حبيبتي. كيف تعلق على المحاولات الحثيثة سواء كانت من السراج أو من معيتيق أو أيضا من المشري لوقف عرقلة عملية إيريني عبر الاتصال بوزير خارجية إيطاليا؟ يعني واضح هم يترنحون، واضح هذه المبادرات جاءت عقب مباشرة بعد هزيمتهم النكراء في الوطية، بعد أن فتحت أبواب جهنم أمامهم من السماء ومن الأرض من أبنائنا أبناء الجيش الوطني. هم الآن يستغيثوا بأي مغيث، الآن هم يحاولون بالطرق الدبلوماسية التي هم يرونها أنها دبلوماسية، لكن العالم الآن لا ينصت إليهم إطلاقا. الآن صوت جيشنا الوطني يدوي كل المجتمع الدولي المهتم بالشأن الداخلي الليبي. الآن سيدتي هناك طيورات ولن تتوقف. طيب. طيور الأبابيل لن تتوقف حتى إعلان التحرير الكامل الغير مقبول. هل سيدرك الاتحاد الأوروبي أن محاولات السراج كلها فاشلة لتجميل صورته أمامهم؟ لحظة، كيف؟
هل سيدرك الاتحاد الأوروبي أن محاولات السراج فاشلة لتجميل صورته أمامهم؟ يعني هو 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 أستاذة يرى كذلك، لكنه الرجل مفضوح تماما أمام يعني الدول الأوروبية، مجلس الاتحاد الأوروبي يعني مفضوح تماما، ورأينا كيف بفرنسا فتشوا تفتيش يعني رجل تاجر مخدرات. طيب في عجالة يعني سيد رضوان، في عجالة، كيف يمكن ترجمة تحرك فرقاطة فرنسية مضادة للطيران قبالة سواحل غرب البلاد لتطبيق إيريني، وهل ستصل الرسالة إلى الأتراك أم لا؟ في عجالة. بالتأكيد رسالة قوية اللهجة، لذلك أردوغان الآن استعان بالنهضة بتونس بحكومة الظل على أرض الواقع، الآن هو يراهن على تونس بعد أن بانت بوادر فشل الآن بالسواحل الليبية، واضح الآن هو يتجه إلى مأخذ ثاني. لماذا وفي عجالة سريعة؟ لأن أردوغان يرى في ليبيا هي حياته، منقذه، الأمل الأخير. إذا فقد ليبيا فقد كل طموحه. أشكرك المحلل السياسي رضوان الفيتوري من بيروت، شكرا جزيلا لك.